ماذا لو باباك مات في الوقت اللي العالم بيقول ان شريط حياة الميت بيعدي من قدام عينيه؟ انت اللي شريط حياتك مع باباك هتلاقيه بيتعرض قدامك، من اول فرحتك بيه وهو راجع البيت لحد العزاء وانت واقف ومش فاهم ايه اللي بيحصل. ناس كتير حواليك يقولوا لك معلش ارتاح، البقاء لله، مش ده اللي انت عايز تسمعه. وانت بتعيط ومنهار هتلاقي قرايبك داخلين عليك يقولوا لك ما ينفعش اللي انت بتعمله ده، انت كده بتعذبه. هم مش فاهمين الفرق بين انك زعلان وانك محترض على القدر، مع انك لازم تعيط تنهار حتى لو مش عايش معاه في اخر فتره، بس دي خساره كبيره قوي. اسال براحتك، ليه انا واشمعنى ابويا واشمعنى دلوقتي؟ عندك حق، هتخاف شويه لانك هتحس انك كبرت وفجاه بقيت مسؤول واللي سندك راح. حقك، تفكير طبيعي جدا. خاف، ومن حقك تتخنق من الناس اللي كل شويه يقولوا لك معلش احنا اسفين، هو كده ارتاح، ربنا يصبرك. ادخل قوقعتك واكتئب عادي، ولو انت صغير شويه ففي المستقبل طنش النوع التاني. النوع التاني بتاع ما انت تربيت ستات، بس محدش يقول كده قدامه لحسن بابا ميت. وساعات ممكن تتعرض ان علاقتك تفشل بسبب ان باباك مش موجود، وده بيحصل لبنات كتير. وبعد ما تخلص وقتك في الزعل حاول تقوم تاني، افتكر هو كان عايز يشوفك ازاي، كان عايز يشوفك ناجح اكيد، مبسوط، مرتاح، ذاكر اكتر، اشتغل، اعمل كل الحاجات اللي نفسك فيها، خليه يوحشك، اسمح له يوحشك، احضن لبسه، البسه واخرج بيه عادي، واكتب ذكرياتك معاه، هي كده كده مش هتتنسي، بس لازم دايما نعمل حساب الزمن اللي بينسينا. اجري والعب رياضه، حاول تطلع طاقه الغضب في اي حاجه، افشل عادي، بس اهم حاجه تفتكر انه مش هيبقى عايز يشوفك واقف مكانه. بس لو وقفت واتحشرت في احزانك وما بقتش قادر تقوم ما تخافش، ده طبيعي، خد وقتك خالص، ما تخليش حد يضغط عليك. لكن لو الوقت طول والحياه غمقت اكتر فده الوقت اللي محتاج فيه دكتور، مش عشان انت مجنون لا سمح الله، لكن عشان انت محتاج حد يخرجك من الصدمه النفسيه اللي عندك دلوقتي. وهتخرج ما تقلقش، بس ما وعدكش انك هتنسى، بس الحياه بتكمل، وهتفرح تاني وتحزن تاني، بتمشي وهتفضل تفتكر في كل فرح، في كل عزاء، في كل مشكله تعدي عليك ومش عارف تحلها. وده عادي برضه لانه ما يتنسيش. واحكي عنه، احكي عنه لجيرانك ولاصحابك واولادك المستقبليين، خلي سيرته عايشه بيك وفيك، وخليك الابن اللي يبقى فخور بيه. وقد ما هي كلمة صعبة ومعقدة إلا حاول، كلنا بنحاول في الدنيا، بنحاول نساعد نفسنا ونساعد اللي حوالينا ونطور في المجتمع اللي عايشين فيه، صح؟ بصراحة أنا متأكدة إنه كده كده فخور بيك. ليه؟ لأن محدش في الدنيا هيحبك قده.